وما يقوم به جيش الاحتلال حاليا في حشر المواطنين ودفعهم باتجاه مدينة رفح لهو أكبر دليل على نية التهجير. نحن كذلك في مواجهة إعادة احتلال القطاع، وفي مواجهة مخططات خلق مناطق عازلة داخل قطاع غزة. هذه قضايا نرفضها رفضا تاما، ونحث العالم على رفضها، ونشكر الدول التي تتصدى معنا لهذه المخططات، ونحيي شعبنا وأهلنا في غزة على صبرهم. غزة أحبطت محاولات التوطين عدة مرات، واليوم تحبطها مرة أخرى. المناطق العازلة تقضم غزة، مساحة غزة بحاجة إلى توسعة استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة. كانت مساحتها حوالي 555 كيلومتر مربع، واليوم مساحتها 364 كيلومتر مربع. من المؤسف والمشين أن بعض الدول تطالب إسرائيل بترشيد القتل، بأن تقتل إسرائيل عددا أقل، وأن يكون التدمير أقل. مثل هذه المواقف هي تشريع للقتل، وعلى هذا العالم أن يطالب إسرائيل بوقف العدوان والقتل والتدمير فورا. أول أمس طلبنا من المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية الإسراع في إجراءات التحقيق، وقال له الرئيس أن تأخير العدالة يعتبر تغييبا وتقويضا لها، وأن عدم معاقبة إسرائيل على جرائمها في الماضي جعلها تتمادى في الحاضر، وأنها تتصرف كدولة فوق القانون منذ 75 عام. ونحن لم نخترع المحكمة الجنايات الدولية، وعندما قمنا بالانضمام لها عوقبنا على ذلك، لأن هناك من يريد احتكار دور الضحية ولا يريد للعالم أن ينتبه لآلامنا. وقلنا للمدعي العام أن فلسطين امتحان للقانون الدولي ولمصداقية المحكمة، فإما أن تفشل في الامتحان أو أن تثبت للعالم أنها ليست أداة بيد أحد وأنها ليست مسيسة، وننتظر لنرى. نعرب عن التقدير والشكر لكافة الدول والشعوب والمؤسسات والهيئات التي أحيت اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وخرجت بمظاهرات حاشدة في عواصم العالم. وبهذه المناسبة أكدنا ونؤكد على أن هذا هو الوقت للتضامن الحقيقي والفعلي مع الشعب الفلسطيني، من خلال الضغط لوقف العدوان وحماية أهلنا في الضفة وغزة والقدس. بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي صادف أمس، فإننا نؤكد أن جرائم الاحتلال وممارساته وانتهاكاته وسياسة القتل التي يتبعها هي السبب الأكبر وراء حالات الإعاقة في فلسطين، وخصوصا في ظل جرائم الإبادة والقتل وقصف المدنيين في غزة. وبهذه المناسبة نتوجه باسم مجلس الوزراء بالتحية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين، ونؤكد لهم أنهم شريحة مهمة من شرائح المجتمع قدمت ولا تزال الكثير من التضحيات، وسوف نقف عند مسؤولياتنا تجاههم. يستنكر مجلس الوزراء الاعتداءات الوحشية بحق الأسرى التي أدت إلى استشهاد 6 منهم وإصابة المئات بجروح وكسور وردود، إضافة إلى تجويعهم من خلال تقليص حاد في كميات الطعام والملابس. أدعو الصليب الأحمر والأمم المتحدة للتدخل العاجل لوقف هذه الإجراءات المجرمة. يتابع مجلس الوزراء قضايا إغاثة أهلنا في قطاع غزة والأوضاع الأمنية والسياسية والأموال المستحقة لنا على الطرف الآخر، والتي نطالب باستعادتها كاملة، ولا زالت التدخلات الدولية مستمرة حول هذا الموضوع. وشكرا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.